انت؟ ليش لحقني لهون؟ عندي موعد. اجل موعدي. لا لا انا بمشي، خليكي انت هون. سمر، يا سمر تفضلي. انت بأي حق تتصرف وكأن المكتب مكتبك؟ نعم استاذ. سمر الغي لي كل مواعيد اليوم. حاضر استاذ نبيل. وبدي فنجان قهوة وسط للأنسة رنيم لأنه قهوتها مثل قهوتي. حاضر. نبيل؟ مستحيل. نبيل مو هيك. كيف يعني مو هيك؟ فهمي؟ شو بدي فهمك؟ أنا بدي مين يفهمني؟ أنت عابد. لا أنا نبيل. ولهلا ما بعرف شو عملت. أنت ما أعطيتي فرصة لعابد، طب أعطي فرصة لنبيل. رنيم أنا كنت مستعد ضل عابد طول العمر لحتى تضلي حاسة بالأمان، بس فهميني. أنا بدي أفهم. هاي اللحظة اللي كنت عم استناها طول العمر. طب تعي. أنت نبيل؟ أنت مو عابد؟ أنت قلت لي أنا حكيت لك عنه إنه لا مستحيل، في شي مراكب، في شي غلط. أنت مستحيل تكون، أنت مو بحاجة لأنك تستغل وتبتز. أرجيني هويتك لتكون واحد رابع. حتى لو كنا عشرة، العشرة رح يحبوك. لكن مين هاي البنت اللي اجت لعندي على المكتب ومين رولا؟ رولا؟ اي رولا. ومشفى عماد وغرفة ماني. ايوه هيك القصة. طيب تعي معي.